وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى النائب أحمد الجبوري. بعد التحية سيادة النائب، يعني حزمة من الإجراءات الجريئة صوت البرلمان عليها اليوم في ظل تواصل الاحتجاجات، أطلعنا على مدى توافق النواب على هذه القرارات وما مدى قدرة هذه الإجراءات على إعادة الهدوء إلى الشارع، وإلى أي مدى تلبي مطالب المحتجين؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني بلا شك يعني المظاهرات في العراق يعني منذ حوالي الشهر تحولت إلى ثورة شعبية سلمية في معظم محافظات العراق، وانضم للمتظاهرين جميع شرائح الشعب العراقي من طلبة وموظفين ورجال دين. ولذلك يعني بالتأكيد النظام السياسي الذي جاء نتيجة عملية سياسية أشرف عليها الاحتلال الأمريكي، اليوم وبعد 16 عام نجد أن الشعب العراقي يرفضها بالمجمل ويدعو إلى إصلاح النظام في العراق، ولذلك هو يتبنى هذا الموضوع وبقوة. القرارات التي اتخذت هذا اليوم في البرلمان لم ترضي الشارع، بل ولم ترضي حتى يعني كتل سياسية أبرزها الكتلة الأكبر في البرلمان كتلة السيد مقتدى الصدر، وهي كتلة سائرون، حيث انسحبوا من الجلسة احتجاجا على القرارات التي لا يوجد فيها إقالة للحكومة التي تسببت بقتل وجرح، يعني نتكلم عن أكثر من 250 شهيد وأكثر من 7000 جريح فضلا عن المعتقلين. لذلك الوضع لا يسر، وهذه الإجراءات التي قام بها البرلمان لا تكفي لإيقاف المتظاهرين الذين يسعون إلى إصلاح شامل في النظام السياسي. نعم، سيادة النائب أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شكرا جزيلا لك.